وبدأت مع كلمة القدس أولا في خليل الرحيم فأولا يمكن الوجود في عيش الأعمال. فحكي عايزة لو مطلقة المحكي
بعد سنة فترة صغيرة وصلت للولاد وعرفت منهم في أولاد جديدة وأطفال ظهروا وعرفت شكلهم وعرفت البيوت وعرفت الناس. هذه هي جمعة جديدة في الفوز وهي الولاد. أشكر أبونا الحبيب كل عالم شيخ على كل العالم معايا في مخصوص برضه الدير الكلمة الحلوة اللي قالها النهاردة ما تتنساش شكل الجمهور على كل الاهتمام دي. ما اقدرش انسى تعب ما اقدرش اقول كده. ابتدى بيها في سبعة في المباراة بعد معايا. وخد قرار في الدنيا بسنة صحيحة ابتدى بيها. وتعب الموضوع معايا ظروفه لكن ساب كل حاجة. وفي أكثر من مرة وأنت كبير في الدنيا بالعكس. ما انساش بقى ان احنا برضه كنا عاملين مصابين اللي حاجه برضه بس انا بس ربنا يديهم السلام. هو كان معايا اول الموضوع قلت له شجعني وانا فاكر يوم كنا كنا في المدرسه في البيت وعملنا نفس الكلام وكان كيف عم قال ابونا ارسلني ازاي كده بقى يحيي نفسه واروح اقعد في مدرس واروح اقعد في مدرس الشارع قدروا يطلعوا لنا اثنين فاهم قصدي ولا لا؟ بس هو ممكن يسوى الله على السلامين. فهو كان بيقول يا ترى احنا نعمل ايه ونطلعها؟ انا مدير اول ابونا ببركه صلوات الاباء ابونا مثال سعيد نفسه وارضى قدره صحيح في الصحه وارضى الرقص والتشجيع كان مدرسه بعد كده تشجيع جدا يا ابونا رسمت الشنين بس او الكيس المصري طلع شنين بس طلعت كتير قوي طلعت ثلاثة كوسانوس يمكن اثنين شيش وواحد من الجيمس كولي غير يمكن الناس عم مش مذاكرهم فبقى ارقام كتير في الافيون حاجه جميله صحيح يعني صعب صعب طلع كل ايضا اشكر مجلس الكنيسه وعلى راس الكنيسه اللي هو معظم الاحتياجات الزائد واخص ازاي الدكتور عبد المسيح كان سكرتير مجلس الكنيسة على التعب والمجهود اللي تعلمه والكلمة الحلوة اللي قالها كلمة كبيرة عليا وأنا بقول لك دكتور عبد المسيح مسلمينها في الكتاب مليانة ناس وكل حاجة هي وقت كل حاجة بحس إنها وقت وكل ما أنا كسب يبقى في 200 خادم في صعبة مصارعة في الأسس مش بشرط في مصارعة ولكن صدقوني في صعبة مصارعة كنيسة صدقة الله كنا في الدير لما كانش يقول انت بتسمع ايه قبل ما اقول انا بسمع ايه قلت لهم انا في الكنيسه على الله انا بصلي وبسمع موسيقى لكن ما بيهتموش بالباقي يعني يوم اول موسيقى يقول لي انت بتسمع ولا بتصلي قلت لهم يقدروا يتكلموا عن بتسمع ولا بتصلي بشكل عام بنكتشف في اي مكان احنا ولاد بتسمع ولا بنصلي. اشكر الشمامسه على صوت الارشيدات الصديق فاروس على اهتمامه بينا واحنا شمامسه وعلمنا الحاجه حلوه أشعر بالتقديم على كل المعلومتين كما أشعر من كل قلب مصر الكنيسة خلاص الشمسة اللي أنا عديت فيها أحلى يوم أيضا عديت في بتاعة السنة عشر بداية ساحات اللي أنا عديت فيها أجمل أجمل أيام عمري مش ممكن تنساها ليس أحد فيها مكتوب وصدقوني أنا دايما في أيام وأنا عندي 30 وعلى قصر الملايك من باقي خمس سنين ولحد ما عرفت كده كنت بتقولي يمكن كده اسمعها. كل نعمه الواحد خدها سبع من كيس على الله المكسره من خدام الهدوم والاهتمام اللي اهتموه بينا واحنا موجودين في الكنيسه. عشان كده صدقوني مدارس احد هي الاساس بتاع الكنيسه. ولادنا مش هياخدوا اي كميه تبدا في صعب واحد مسرع او مدارس احد مسرع. اهتموا قوي بولادكم لما يحضروا. الخدام بيدوهم لكن انتم بتلاقيكم اهتموا بولاد لما يحضروا بيتاسسوا في الكنيسه. في صعب واحد مسرع يمكن قضيت فيها وانا صغير وفاكر مش منصبي على ابنائي مدارس احد. ازاي قدرت وقبل طبعا في الموضوع ده انا فاكر ان هو كل ما بيجي او كل ما بتنزل مع الله المسرح بيتكلم على الفتره اللي كانت قبل المنصب دي عادي بيتكلم على الفتره اللي كانت قبل لكن انا ما عشتش الفتره دي
لكن عايش الحب في مصر العادي انت فاكر لما كان احنا بارز احد تعلمنا من الاداره والنظام والروحانيه وبعد كده تعلمنا من انيس حليم استاذ انيس حليم اللي بقى عمرنا شغل احنا في مصر وبعد كده استاذ سالم كان رساله امريكا سالم شيخنا باشمهندس خليل ساكن المشكور النهارده كتير قوي على كل اللي عملوه وكل الخدمات اللي بتعمل معاه شكلي كده باشمهندس فيدريشن فارك ولاد وخدام ينفعوا النساء وينفعوا اشكر باشمهندس امير رئيس العرب الكبير على ما جه مخصوص هنا النهارده هو طمني شويه لكن يعني الامور برضه محتاجه صبر لاني انا خايف ان هم يعني ما يستحملونيش فصبرنا وصبرهم ان هم يقبلوني فانا بتشكر فيكم وبتشكر على تعبكم والواحد دلوقتي بقى فينا بعد ما الاستاذ امير احمد سيف يتكلم الواحد اللي عايز يعمل الصبر عشان يقعد معاكم اكتر وقت لان دلوقتي هو برضه شغال مسافر فمش عارف ثابت ولا يقعد في كل ممكن لكن ربنا عنده يعمل الخير ربنا عوضه وعوضه. تاني حاجه يمكن الوقت مش هيساع احب ان اهنيكم بالايام الحلوه اللي احنا عايشين فيها وهي اللي كانت فتره الصوم الاربعين وبدايه فتره الكنيسه بتاخدها من اجل فترات الكنيسه على الارض وهي فتره يوم حد الساعة يوم يد ربنا يسوع المسيح اللي بيننا أنا محضر حاجة صغيرة أوي بعد إذن الله بعد إذن الله الكنيسة المقدسة في قراياتها الروح القدس عمل حاجة كبيرة أوي منظومة جميلة جدا تحس بيها في ايام الصوم الاربعيني وبعده لما قابلهم حطوا الايات بحروف الروح القدس حطوا لنا الصيام الكبير لمرحلتين مرحله كبيره عباره عن احاد سبع احاد لمرحله صغيره لكنها عميقه تبتدي من يوم الاحد بعد المسح الشعير او المسح اللي هي المسائيه اللي هي بتدي فيها طريق الالام او صغير. الكنيسه ما حطتش روح القدس حط الموضوع بين المشاهير. تضارب ده كان فيه تضارب. في الربعيه المقدسه تلاقي اكيد ماشي تضارب احنا بنعمل مناخده وسمعنا الانجيل وعشنا فيها فتره طويله. وبعد كده تيجي الانجيل الحرب العشيه يربط ما بين الاناجيل بتاعت الاسابيع وما بين الفتره الصغيره العظيمه يربط ما بينهم حاله الوصل علشان كده هنراجع كده بسرعه الاناجيل بتاعت حمد الصوم عشان نعرف ازاي هي مربوطين ببعض علشان السيد المسيح الروح القدس يوصلنا لحلمه ايجابيه في اخر اسبوع علشان يسددنا من اخر اسبوع ويوصلنا على الكتب اللي هو صغير العمر. حد الرجاء كان بيكلمنا عن استعداد للرحله اللي احنا هناخدها ونعيش فيها. وبيقول لنا علشان توصل لاخر الرحله دي لازم تاخد ثلاث حاجات. لو حضراتكم تفتكروها معايا هي الصوم والصلاه والصبر. ده كان الاسبوع اللي هو بتاع حد الرجاء. يجي تاني اسبوع يقول لنا لو انت عايز تمشي في المواصفه دي او تركب المواصفه دي لازم تاخد الاشتراك بتاعك يعني. لازم تقطع اشتراك ايه هو الاشتراك ده؟ قال لك الاشتراك ده هو احد الكنوز او احد السماويات نيجي في الاسبوع الثالث والرابع فجبنا ان احنا ابتدينا نخش في الجهاد ابتدينا نخش في الجهاد بعد الصيام في جهاد عشان يبقى لينا في الاخر مصر مع المسيح الايمن من الموت. فيجي في الاسبوع الثالث يبقى الموضوع مش سهل. الموضوع مش سهل، في ابليس واقف. ما دام انت هتصوم وتصلي وتعطي صدقه
يبقى في كيس وقت مستهين. فيجي الاسبوع الثالث ويقول لنا طب ربع على كذا. لكن يدينا رضا مع المسيح يدينا رضا. يقول لك انك انت ممكن تغلي الشراء لو ايضا عندك ثلاث حاجات. كلنا صايمين لكن مش مهم انك تصوم. ولكن انك تصوم وبتزلل. انك تصوم وبتزلل. تاني حاجه يقول لك عشان تغلي الشراء الطواقع. تاني حاجه يقول لك لازم تحفظ مصاريك. يجي الاسبوع الرابع بالنفس يدينا رضا اكبر ان في حاله خطيه ولكن في نمو. في حاله خطيه ولكن في نمو. يدينا الاسبوع الرابع مثلا للرجال هو الانطفاء. ويدينا في الاسبوع الخامس مثلا النساء هي المراه السليمه. كان خطير ولكن رجع لما المسيح قبله. الكنيسه كلها من حبيب تعالى ابن المسيح. خبط هو الاول خبط على انت بتعمل ايه؟ هتتكلم معاه؟ هتقول يا ابتي اخطات في السماء قدامك ولا هتعمل وتكمل؟ لكن يقول لك حتى لو برضه كبرت حتى لازم حتى لو عانيت عندك واحد الحد السادس قعد 38 سنه. 38 سنه و10 سنين. ولكن برضه وقالوا في النهاية بعد 38 سنة المسيح لقى على بابه هو فتح. فالكنيسة بتقول لنا بعد كده الدار المرة السامرية لقى في ناس عن 38 سنة ده كان بيرمز للعالم كله بشهور. كان بيرمز للعالم كله بشهور. يجي بقى للحد السابع وأهم الحاجات وبعد ما دخلنا في الصيام يقول لك يا حبيبي المسيح أنار عين المولود الأعمى. أنار عين المولود الأعمى. المولود الأعمى كان شايف ربنا. ربنا سأله تحب أنت السميع؟ قال له يا سلام يا سلام مفيش عين يا رب خالص مفيش عين. قال له معلش ممكن أحرقها لك ممكن أجيبها لك من العدد ممكن أحرقها لك من العدد اللي أنت قلته. فبرضه الكنيسة بتقول لنا في الأسبوع السابع آخر حد في الصوم المقدس بيقول لنا لازم تصطنام لازم يكون نظر وشوف المسيح. لأن اللي هيشوف المسيح في آخر أسبوع هيوصل للإنجيل النهارده اللي اتقرب 20 حد اتلحق. وهو سكت الدين. سكت الدين. أنت بعد عينك اصطنام. هتعمل زي المرة في العظم. بعد ما شافت المسيح وهو بيقوم العظم. وهو بيقوم العظم. عمل الإيجاد الدين. وسكبته على رجله وكان مرتين غير السماء غير السماء. فالمسيح بيقول لنا النهارده بعد ما نهرت ليكم عينيكم. وعلشان توصل للحلقه اللي جايه لازم تيجي في النص النهارده وتقدم قلبك اللي هو الطين احلى حاجه عندك في حياتك تقدمه عند مدير المسيح. يعني عدو الخير ما بيستناش. يهوذا نا النهارده حاله غريبه جدا. نصاحه وذكاء شيطاني قال طب ليه احنا ما نبيعش كتير دوت ونقع في نقع من القرار؟ يهوذا كان بيهتم بالعالم شهوات العالم. يهوذا كان بيهتم بالعالم شهوات العالم. مسائل حيين جدا. مريم اخت العازر ومرث ويهوذا واسرائيل. ولكن يهوذا واسرائيل المسيح عارف وكان عارف قلبه. النهارده قلنا حاجتين اما ان احنا نقدم قلبنا للمسيح او نقدم قلبنا للعالم والمنديات والشهوات العالم. اللي هيقدم قلبه للمسيح هيكمل معاه واللي هيقدم قلبه للعالم يسجد المسيح ويسلم. وبرضه مفيش حاجه بتيجي اختبارها كده في الانجيل لكن كان الثمن بتاع المعطين ده 300 دينار والاباء رزق 300 دينار دول كانوا عباره عن متوسط دخل فرد في الوقت ده في السنه. فربنا بيقول لنا انك انا عايز قلبك طول السنه عايز قلبك عند رجلي طول السنه مش فتره الصوم
والفقرة اللي أمشي فيها عن الصلاة. هنيجي بقى للفقرة وهو بحسب المسيح ملك، وقبل ما نخش في الآلام وهنراجع شوية بعد كده خلاص بعد كده أربع أسئلة هنبتدوا في الأنابيب تتأملوا وتشوفوا عمق الأنابيب والمسيح زي ما اتكلمنا في السبت. حدث عبد اسم معروف عندنا، لكن هو أصلا اسمه أحد الشعنين، وكلمة الشعنين معناها مشعنة يعني خلصنا. خلصنا من إيه يا رب؟ خلصنا من الجسد، أخطاء الجسد وأخطاء النفس وأخطاء الروح، لأن المسيح أول ما أخطأ من البداية أخطأ في ثلاث حاجات دول: خطية النفس، خطية الجسد، وخطية الروح. وصار الإنسان صار ومحتاج حد يسلطه على الله، يكون له علاقة قوية بالله، ويكون له علاقة قوية بالإنسان. مفيش حد في البشرية له علاقة قوية بالله، لأن كلهم كفاية كسل وسابوا وأعرضوا الفرد لله. يبقى مفيش غير واحد بس هو الله نفسه اللي له علاقة قوية بالله، هو الله نفسه. ما أقدرش أنا أتخاصم مع واحد ويجي واحد تاني وخاصمني صريح مع بعض، ما ينفعش. لازم واحد يكون بيحبنا احنا الاثنين وفي قلبنا احنا الاثنين. ففعلا المسيح اشترك مع الانسان عشان يكون الله كامل وانسان كامل، عشان يقدر يصالح بينه وبين الناس. اخذ صورة الانسان واشترك مع كل حاجة حتى في اوحش السلوك السلوك. لا المسيح ولده وجبنا أي حد أفقر واحد في العالم، هنلاقي المسيح عاش أسوأ من ظروفه، عاش أسوأ من ظروفه. المسيح اتولد وما كانش له مكان يكون، في الآخر اتولد في مثل الأرض. حتى دانيال النبي يقول عنه في إصحاح 8: يأتي المسيح ويطبع وليس له، يأتي المسيح ويطبع وليس له. يعني إيه؟ يعني المسيح يجي ويصلب حتى يمر عليه، حتى يمر عليه الناس تصنع عليه قرعه ويقوى عليه قرعه. لكن يجي في اليوم العاشر من شهر نيسان يبدا دخول الملك، يبدا دخول الملك. يقول الله موسى في اليوم العاشر من شهر ابريل اللي هو راس الشهور: اشتروا الخروف اللي هو في عينه ويحفظ اربع ايام. ليه يا رب اربع ايام؟ اكس العالم وضعه رحمه الله. زوايا أربعة، اتجاهات أربعة، فصول أربعة، شمال وشمال جنوب، وسيف وشتاء وخريف وربيع. فلما نبص المسيح من أربع زوايا تبان لنا صورة المسيح الملك الكامل. نبص له من أربع زوايا على أربع اتجاهات. وعلشان كده برضه نلاقي الأناجيل أربعة: متى، مرقس، يوحنا. متى يكلمنا عن الانسان الكامل، شخص المسيح الكامل. يوحنا يكلمنا عن الله الكامل. مرقس يكلمنا عن الملك، لوقا يكلمنا عن الخدام وعن العبد. فنشوف الصوره: الاله المتانس والملك الكامل. الاله المتانس والملك الكامل. وعلشان كده فهو بنقرا يوم حد زعر أحد الشعنين أربع صور أربع أناجيل، عشان الصورة تبان لنا كاملة، تبان لنا من أربع زوايا. أيضا المسيح دخل أورشليم في اليوم العاشر وقعد أربع أيام، اثنين كباب وأربع حديث زي الخوف الذي بيلعب، والدبع الخوف الذي بيلعب. في العهد القديم يوم ليلة فصل في الليل الساعة 6 عشان يقعد بين، عشان ايه؟ قال المسيح لما دخل اورشليم الناس استقبلته بالنهي والسجود. بساعة النهي بالرغم ان ده كان عيد الفصل، وعيد الفصل ما كانش بيستقبلوه كده، لكن عيد المظاهر كان بيستقبلوه كده. لكن المسيح برضه وعيد الفصل كان اول اعياد، وعيد المظاهر كان اخر اعياد.
عشان المسيح يكتبهم ان انا هو البدايه والنهايه، انا هو الملك، اول الاعياد والاخرين. وعلشان كده برضه الاجيال الاربعه تقدم لنا المسيح في اربع صور. متى يتكلم عن المسيح اليهود؟ متى يتكلم عن المسيح اليهود؟ وعلشان كده متى هو الوحيد اللي كتب ان المسيح ركب على اجيال وجعش من اجيال؟ اشمعنى متى يعني؟ اشمعنى انت متى روح فعلا في يسوع يعني متى خرب شويه حاجه؟ اشمعنى اللي بيكتب الروح دي؟ الروح دي متى كان بيكتب اليهود؟ وكان لازم يفهمهم ان المسيح دخل على اتان وكبش الاتان عشان يقول لهم ان الاتان مدربه على الركوب. الاتان مدربه على الركوب. وكان الحمار هو اللي بيرمز للنادي الانسان الصغار. احنا بنقول ان الحمار على الحمار مش غلط، الحمار ذكي ولما بنسيبه حتى في اي حته من الناس اللي بيروحوا عليها صح، ولما بنسيبه بيعرف يروح البيت لوحده. لكن الحمار عنيد زي الانسان، عنيد في الايمان. لما عنده زعل يحط راسه بين رجله وما يتحركش، يفضل يلف حوالين نفسه. هو عارف فاهم، الانسان برضه بيبقى عارف فاهم، لكنه بيعمل مع الله. فعشان كده متى كتب انجيله وقال اتان وجحش من اتان، عشان يقول للامه اليهوديه انتوا الاتان المدربه على الركوب، ويجي في نص الطريق يغير ويركب الجحش غير المدرب ويخش بيه عشان يفهم لهم ويقول لهم انا استبدل الناس اللي ما يعرفونيش. نيجي نيجي مرقص يكلمنا على ان فمضي الراجل كحشا مربوطا عند الباب خارجا فحلاج. خلي اول مثلا كلمه خارجا متى تتكلم على التاني ماشي التاني. بكره لو هنقرا مرقص خلي بالك من كلمه خارجا. اشمعنى مرقص كتب لنا خارجا؟ اشمعنى مرقص كتب لنا خارجا؟ لان مرقص كتب انجيله للرومان، والرومان كان خارج دايره الايمان، فعايز يقول لهم ان انتم وانتم خارج دايره الايمان ولكن المسيح جاي علشان كل الناس. ممكن انتم تخشوا الايمان قبل اي حد، زي ما انا جبت من بره من الخيال جحش واركبه غير مدرب، انا ممكن برضه استخدم اي وسيله علشان اتكلم بيها والناس تؤمن بيا. يجي القديس يوحنا ويتكلم على ان هناك جحشه مربوطه لم يلبس احد من الناس فحلاه، واول ما حلوه قال الله كان باسم الرب. وأضاف القديس جملة هو أيضا الوحيد اللي ذكرها، سلام في السماء والمجد في الأعالي، سلام في السماء والمجد في الأعالي. طب اللغة التانية دي مش كتبت الكلام ده؟ ليه كتبت إن الجحش كان خالد في حلاق وبعد كل ده المجد اللي هو في الأعالي؟ يقول لك ما هو الجحش ده محدش روضه محدش علمه، لكن المسيح مجرد ما جلس عليه والجحش عرفه رواه. النقطة الثانية قلت ليه المجد الله في العالم؟ قال لي حاجة غريبة، حاجة غريبة إن الناس ما تعرفنيش، الناس ما تسمعش عني. ودوق في البيت أبدا ما أي حد يعرفني، يعرفني إن دي صلاة، يعرفوني وشافوني أنا بعمل حفلات ما تقوليش ليه. لما أشعل الباب سيكون في وسط أرض مصر مسبح للرب. ساعتها كانت أرض مصر مسنية. طب إزاي يا شباب تقول الكلام ده؟ إزاي؟ تيجي إزاي؟ حد كان يقول إن أرض مصر اللي بتصدر الأصنام، اللي بتعبد آلهة غريبة وأكثر من إله، وأي إله يظهر فيه للفلاسفة علشان يتكلموا ويقولوا رأيكم إيه والكلام إزاي؟ نيجي إحنا النهاردة، نيجي من 2000 سنة مجرد بس ان الرسول يجي صابع الاسكان الناس الدم يقول يا الله الواحد يؤمن الله اكبر الله اكبر. نيجي داخل الجيل هو الجيل يوحنا، والجيل يوحنا يركز على
وأرزقنا في الحياة مبارك يا جالس مرارا وكان يشهدون لنا وأرضا شعرا وأيضا الرحيم في الكتاب على إقامة العرض كان يجوز علشان يفكرنا بالاستنارة ومحبة ربنا والإيانة وبعدين سبب تاني آخر علشان يقول إن برضه الروح القدس هو اللي بيكتب يوحنا كده بيجيله سنة 96 ميلادية وكان العرب ناجح الأسقف والرسل كانت ناجحة ولكن الأناجيل كتبت قبل ذلك التاريخ كان العظم عايش ومحدش يقدر يتكلم عن العظم إلا يخش في متاهات على الوجود أنا جينا وكسبنا كل شيء فيها الروح القدس وكل شيء فيها مجد اسم ربنا ربنا يدينا نعمة وفكر ربنا يدينا بركة في الأيام وإن إحنا نقدر نركز ربنا يدينا نعمة نمشي مع المسيح ونقدم قلبنا للمسيح ونستقبله عند رجليه ونمشي معاه أيام ربنا يدينا نعمة إن جاني بيوزك سلام عليك يا